السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا السيد عبد السلام الهلالي، يعني كنت كتبت واحد القصيدة على ما يجري في الانتخابات، وحبيت باش يسمعها الجماهير المغربية كلها. القصيدة بعنوان صيحة منتخب، صيحة منتخب اللي كتهضر على ما يعانيه المنتخب، يعني الإنسان اللي كينتخب مع الناس المنتخبين. وباختصار إليكم القصيدة. القصيدة كتقول بالدارجة المغربية، كتقول كيف كنا كيف بقينا، ما تزاد علينا والو، دغيا الحال صبح علينا، وكلها راح الحالو، ومازال حاطين العين علينا، وهذا الشيء اللي بقى طامعين تدوه، كتقولوا العيشة زينة، وشي زين في العيشة ما شفناه. لما قربوا الانتخابات بدات الوجوه الغيبة كتحضر، رسمة على وجوهها بسمات، والقلوب عامرة بالشر، كلام وهضرة وشعارات كتعاود ديما وتكرر، هاد اللعب راه فهمناه، ما بقيتوا تلعبوا بينا. اللي جاي يقول انا نصلح، غير وضعوا الثقة فيا، عندي خطة غادي تنجح إلا صبرتوا عليا شوية. هكذا قال كل من ترشح، وراتني ليام وشفت بعينيا، هاد الموال شحال سمعناه، ما بقات نغام وتجينا. في أحلام لديدة عيشتونا، ودنيا مفروشة بالورد، وبحاجات كثيرة وعدتونا، شحال القلب كان بها يسعد، وبكيات كثيرة كويتونا، محال حرها يبرد، وزايدين تجرحوا فينا. ولا بغيت تقولوا هذا لله، إلا من قلوبكم جفت الرحمة، راه طامعين الرحمة في الله، خليو الخلق لحالو، خليو الخلق لحالو، راه دايرين رجانا في الله، جرحنا ما فيدكم دواه، جرحنا ما فيدكم دواه، وخليو الأمر لمولاه، الملك الملك اللي الشعب حبو وبغاه. وشكرا. هاد القصيدة كنت أنا بغيت للصديق الأستاذ عبد الهادي بالخياط يختم بها المشوار ديالو، لأن الأستاذ عبد الهادي بالخياط بدا المشوار ديالو بأغنية وطنية في سنة 1961 اللي كتبها المهدي زريوح ولحنها السي عبد النبيل الجراري، واللي هي لسانك نشيدك يا وطني أول ما ردده لساني. وكنت بغيت يختم بها المشوار، ولكن الله لم يرد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطبيعة الحال، بطبيعة الحال، بطبيعة الحال، حنا جسنا فيها المعاناة، وهذا الشيء واضح للعيان، لا يختلف عليه اثنين، بأننا جميع اللي تنعرفهم من الناس اللي بداوا اللي كيترشحوا من فجر الاستقلال الى اسمه، شنا بان الناس ما كيوفوش بالعهود، شحال ديال المسائل خلفوها معنا. انا انسان كمواطن، الى جيت نحكي غير الحقائق والتجارب ديالي، راه كنجسد هذاك الشيء اللي وقع لي في حياتي، جسدته وقيس عليا جميع المواطنين، الا ما رحم ربك. خليل 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 كتلقاه كيدير واحد شويه لمصلحته هو، كيدير واحد شويه لما كيشوف قربوا الانتخابات، ورحنا وضحنا قلنا في القصيده لما قربوا الانتخابات بدات الوجوه الغيبه كتحضر، يعني هما كيغيبوا حتى كيقربوا ثاني الانتخابات، وكيجيو باش يجددوا الاجواء، يجددوا الاجواء ثاني مع ويلطفوها، وبيخلوا المواطن ثاني ينسى ما فات، ينسى ما فات، باش يعاودوا معاه ثاني حياة أخرى، ويطمعوا في الصوت ديالو اللي هو كيخدم المصالح تاعهم، والمواطن له الله، له الله، وهذا الشيء اللي كاين.